أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء رجل من أقصى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى I'm
فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين صدق الله العظيم.